استمعت للبيان الذي صدر من السيد أبو علاء الولائي الذي أعلن للسيد حسن نصر الله بأنه على استعداد لأن يرسل 100,000 مقاتل عراقي إلى الجنوب اللبناني. أنتم كحكومة موقفكم من ما دعا إليه السيد أبو علاء، هل ستساعدونه أم سيكون لكم موقف آخر؟ وهذا الموقف جاء ما يسعفه في بيان المرجعية، وأنتم تؤكدون لسنا طرفا في الحرب. في هذا البيان كيف تتعاملون مع هذه الدعوة؟ احنا مو بس استاذ نجم عزيز، احنا اولا ليس بهذه الصيغة اللي تقول. احنا دا نقول قرار الحرب والسلم هو قرار مؤسسات دستورية، وهذا ما متفق عليه داخل النظام السياسي العراقي وداخل كذلك بالمقابل البرلمان وداخل الرئاسات الثلاثة، وبالتالي هي تنبري بوضع الخيارات نحو فعل الدولة، وبالتالي فعل الدولة كان واضح جدا ان الدبلوماسية هي الحل. نعم هنالك وسائل متعددة قد يجمع او يصبح عليها اجماع شعبي، اجماع قد يكون سياسي لكن هذا يحتاج الى تفاهمات، ولكن بالمقابل الان فعل الدولة هو فعل دبلوماسي، لان بدون الدبلوماسية سنفقد الحلول الاستراتيجية التي من الممكن ان تنهي هذا التصعيد الذي يحدث حقيقة تجاه الشعب اللبناني وكذلك الشعب الفلسطيني. إذن كيف تتعاملون معها؟ هل سترفضونها؟ لا أكيد هذه خيارات تطرح، ونحن نحترم يعني حقيقة هذه الخيارات، ولكن يبقى خيار الدولة العراقية في سياقات دستورية وقانونية وكذلك. هل هذا الخيار ضمن السياق الدستوري؟ هل هذا الخيار ضمن السياق الدستوري؟ اي خيار اللي تتكلم عليه حضرتك؟ ارسال 100,000 مقاتل الى لبنان، هذا يبقى خاضع للنقاش داخل يعني الحكومه العراقيه، مجلس الامن القومي، ائتلاف اداره الدوله، وكذلك بالمقابل الاطار التنسيقي. هذه تبقى خيارات الان مفتوحه لدى القوى السياسيه العراقيه ولدى كذلك بالمقابل الشخصيات الاجتماعيه والوطنيه، وبالتالي الان هو الاساس حقيقه بالعمل السياسي، بالعمل يعني السياسي الدبلوماسي، والعمل كذلك بالمقابل الإنساني، لأن هذه أولويات الآن، وهذا ما أشارت إليه المرجعية العليا في النجف الأشرف بصورة واضحة وحثت عليه الآن الشعب العراقي وكذلك المسلمين في كل دول العالم وكل يعني الشرفاء حقيقة الذين يمتلكون رؤية حقيقية تجاه السلام والاستقرار واستعادته بمنطقة الشرق الأوسط. طيب هذه القضايا مثل ما أنت تقول بعنوانك الحكومي أنه هذا يجب أن يحكمها الدستور، لماذا شركائكم في الإطار التنسيقي لا يتحركوا بوصفهم زعامات وبوصفهم قيادات لحلحلة هذا الموضوع مع الجهات الأخرى؟ هم حتى في بياناتهم التي صدرت اليوم تتناغم تماما مع هذه الدعوة. يعني أحكي عليك يا بنتي وسمعت يا تنتي. لا بالعكس استاذ نجيب، شوف محاولات، خلينا نكون واقعيين، الضغط على الزوايا ووضع فعل الحكومه والدوله العراقيه بزاويه هذا صعب جدا، ما ممكن انه نربطه بهذا الاتجاه، ولكن قوى الاطار التنسيقي وكذلك قوى ائتلاف اداره الدوله بصوره اوسع على الصعيد الوطني هي تنظر الان الى فعل الدوله العراقيه والى فعل الحكومه العراقيه، ولذلك الحكومه العراقيه لديها اجراءات، وهذه الاجراءات حقيقه فيها خيارات وفيها كذلك تفاهمات عربيه واسلاميه، لان هذه القضيه الفلسطينيه مو بس قضيه خاصه فقط بالمنظور العراقي وكذلك منظور الشعب العراقي والدولة العراقية، وإنما منظور الأمة العربية والإسلامية، وبالتالي نحتاج إلى تفاهمات. ولذلك السيد رئيس الوزراء كان ذكاء عالي جدا من قبله باستثمار هذا التوقيت وهذا الوضع اللي جاء وصاعد مع توقيت الأزمة بحضور الدول بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ووضع خيارا بدعوته إلى قمة عربية إسلامية لإيجاد آلية عمل حقيقية ومنهاج عمل ينفذ على أرض الواقع. طيب